أكيد منشأة معلمة تاريخية تعيد أمجاد مدينة الدار البيضاء، تعيد أمجاد الأبطال اللي خرجت اليوم مدينة الدار البيضاء. 1939 معنا بطل حدانا، 1939 تم إنشاء هذه المعلمة اللي اليوم كتعاود تخرج للوجود وكتحيا في حلة جديدة وحلة رائعة. الحمد لله ما نسينا حتى فئة. اليوم غادي تشوفوا على أن الجميع ممكن طبعا يدخل لا كازا بلانكيز ويتسجل هناك بطائق الانخراط باش يمكن لهم يجري ويديروا الجيملاسيك، يديروا الجودو، يديروا لا دانس، لا مسكولاسيون. القاعة طبعا ديال العروض، متحف الرياضي أيضا هو اليوم في لا كازا بلانكيز. فهذا طبعا هي معلمة البيضاويين كاملين اللي كيعرفوها مزيان اليوم تفتحات في وجههم، فمرحبا بهم في هذه المعلمة ديالهم. والحمد لله بعد سنوات خرجت الوجود، الغرض اليوم هو أننا نفتحوها وتكون بالفعل يعني البيضاوي اللي عاشوا شحال هادي السبعينات الثمانينات التسعينات كانوا كيدوزوا كيشوفوا هذا المنظر. الناس كتجري، هادشي كيفكر على أننا خصنا نمارسوا الرياضة يوميا وخصنا نكونوا حيويين. فهنيئا البيضاوي بهذه المعلمة التاريخية الجديدة.